سپاسگزارم. استفاده کردیم از مطالب برای خودش بهره‌مند فرمایید. برای همه مجاهدان فلسطینی که امروز در میدان و در نبرد با رژیم صهیونیستی هستند، از خداوند متعال استقامت توفیقی است برای بنده که امروز در این جمع بسیار ارزشمند همواره و نحن نودع شهيدا أسير الذي لطالما كان يسعى إلى الحرية ليوجه رسالة إلى كل الأمة وحدة الشعب الفلسطيني التي تعتبر أساس لنجاح المقاومة خاصة بدعم محور المقاومة من لبنان إلى سوريا إلى العراق إلى اليمن من يتوفى ومنهم من لا على إطلاق الأسرى كما حصل في جنوب لبنان من فترة وأطلق لكن أقول اليوم ورسالة أوجهها لكل محور المقاومة نظرات دوستان و عزيزان